يا دار وين اللي بك العام نازل اللي يرحب لي جيت داخل اليوم اشوفه صار تحت الجنادل يالله عسى بجنة خلد نزال وش ينبغى بالدار من عقبها لها افتد يا رجبالها ما سهلها وش عادي لو كبرت وكل نزلها عندي فلا تسوى ولو ربع مثقال عندي فلا تسوى ولو ربع مثقال يا دار وين اللي بك العام نازل اللي يرحب لي جيت داخل اليوم اشوفه صار تحت الجنادل يلا عسى بجنة الخلد نزال في جنة الفردوس جعله منعم مرتاح من الدنيا ومبهى من الهم بجوار رب العرش جاره مكرم ما هو بالدنيا هموم وغير بال في جنة الفردوس اشجار واثمار ونار تجري حولها طيور وزار ضياء عجايب تودع الفكر يحتر واللي نزلها لا تبدل ولا حال قالوا زهدت بديرتك ويش الاسباب قلت ارحلوا الاحباب عن دار الاحباب اللي عليهم فالحشا ضامر يذاب ودموع عيني فوق لو جاني سيال وش ينبغى بالدار من عقبها لا عدت الديار جبالها مع سهلها وش عادي لو كبرت وكل نزلها عندي فلا تسوى ولا ربع مثقال سألت انا ذا الدار وين الاحبه هم شمعة المنزل وهم نور رغبه من عقبهم ذا البيت لازم النكبه بيت بدون اهل هشابه للاطلال سألت انا ذا الدار وين الاحبه هم شمعة المنزل وهم نور رغبة من عقبهم ذا البيت لازم النكبة بيت بدون أهل يشابه للأطلال يا الله يا رحمن تجمع شملنا في جنة الفردوس حنا وهنا وأحبابنا يا رب حقق أمنا يا محقق الأمال للعبد الأسال يا الله يا الفردوس حنا وهلنا واحبابنا يا رب حقق املنا يا محقق الامال للعبد الاسال اسباب مشاق وحيد ضميري وودع دموعي فوق خدي نذيري وجس فؤادي موش كنه يطيري ذكرى الاحبه والزمان اللي زال اسباب مشاق وهيج ضميري ودع دموعي فوق خدي نثيري وجس فؤادي موش كنه يطيري ذكرى الاحبه والزمان اللي زال ذكرى الاحبه والزمان اللي زال يا دار وين اللي بك العام نازل اللي يرحب لي جيت داخل اليوم اشوفه صار تحت الجنادل يلا عسى بجنة الخلد نزال في جنة الفردوس جعله منعم مرتاح من الدنيا ومبهى من الهم بجوار رب العرش جاره مكرم ما هو بالدنيا هموم وغير بال في جنة الفردوس اشجار واثمار ونار تجري حولها طيور وزار ضياء عجايب تودع الفكر يحتر واللي نزل لا تبدل ولا حال قالوا زهدت بديرتك ويش الاسباب قلت ارحلوا الاحباب عن دار الاحباب اللي عليهم فالحشا ضامر يذاب ودموع عيني فوق لو جاني سيال
وش ينبغى بالدار من عقبها لا عرفت الديار جبالها مع سهلها وش عادي لو كبرت وكل نزلة عندي فلا تسوى ولا ربع مثقال سألت أنا ذا الدار وين الأحبة هم شمعة المنزل وهم نور رغبة من عقبهم ذا البيت لازم النكبة بيت بدون أهل هي شابه للأطلال سألت أنا ذا الدار وين الأحبة هم شمعة المنزل وهم نور رغبة من عقبهم بالبيت لازم نكبة بيت بدون أهل يشابه للأطلال يا الله يا رحمن تجمع شملنا في جنة الفردوس حنا وهنا وأحبابنا يا رب حقق أمنا يا محقق الأمال للعبد الأسال يا الله يا رحمن تجمع شملنا في جنة الفردوس حنا وهنا وأحبابنا يا رب حقق أمنا يا محقق الأمال للعبد الأسال أسباب معشاق وحيد ضميري روج دموعي فوق خدي لديري روجت فؤادي موش كنه يطيري ذكرى الأحبه والزمان الذي زال أسباب معشاق وهيج ضميري ودع دموعي فوق خدي لديري وجس فؤادي موش كنه